يعد مهرجان القرية التراثية الذي تقيمه وزارة الإعلام بالتزامن مع ذكرى ميثاق العمل الوطني وجهة سياحية مهمة لمختلف الفئات العمرية، وذلك لما يحمله من موروث شعبي أصيل. وتأتي فعاليات القرية التراثية المتنوعة لتؤكد حرص مملكة البحرين على الحفاظ على التراث البحريني العريق. فعاليات تراثية بامتياز تقدمها القرية التراثية ممثلة بوزارة الإعلام بالتزامن مع ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني، استعرضت فيها جملة من البرامج الترفيهية لزوار القرية، جمعت فيها بين الماضي والحاضر. الناس لما تأتي القرية التراثية تذكرون الماضي، ونعلم عيالنا حتى يجون عائلات يجون يشوفون التراث ويسألون شنو هذه وشنو هذه، نحاول نبين لهم بالتراث هذه الأول كان. القرية التراثية بما تضمه من فعاليات متنوعة تقدم لزوارها برامج شعبية غنية بتفاصيل الموروث الشعبي البحريني بشكل جميل ولافت، فكل من يزورها ويتجول بين أروقتها يشعر بأن عجلة الزمن تعود به ليعيش تفاصيل الحياة في البحرين قديما. لفت انتباهي الإعلان عن القرية التراثية في البحرين، فتعنيت خاصة للمجيء ونشوف عبق الماضي. حقيقة فعلا سعدنا بما هو موجود من الإعدادات والتهيئة ومن حسن استقبال والخدمات الجميلة إن شاء الله، وأنا إن شاء الله بإذن الله لي زيارة أخرى مع الأسرة الكريمة بإذن الله. القرية اللي هي تعطينا نقول عبق الماضي، التراث، البيوت التراثية، المدرسة الهداية اللي احنا درسنا فيها، مستشفى نعيم، كل هذه الأمور يعني ترجع ماضينا، احنا عشنا في ذي الأشياء. القرية التراثية تذكر العالم بأهاليهم وأجدادهم بتاريخ البحرين، هذه من تاريخ البحرين وهذه فخر لنا نفتخر به القرية التراثية، وأشكر على من قام على هذه القرية التراثية. هذه الفعالية سلطت الضوء على الكثير من التفاصيل والمعلومات الدقيقة المرتبطة بذلك الماضي العريق، لتكون أداة حيوية ومهمة في تعزيز مفاهيم هذا الماضي المتجدد، وفرصة استثنائية لتصبح هذه القرية بوابة العبور إلى المستقبل، ليستمد جيل الحاضر عزيمته من تاريخ الأجداد. يعد مهرجان وزارة الإعلام والذي يقام بالتزامن مع ذكرى ميثاق العمل الوطني من الفعاليات المتميزة لدى عشاق الماضي العريق، وذلك بما يوفره من برامج ممتعة وفرص متنوعة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما يضمه من مبان ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.